السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد جدا بمشاركة هذا الشباب، هذه التجربة الأولى تعليلة. احنا التعليلة نقوله هي زفة العروسة في تونس، ويشتركوا في المسألة هذه هي في حميمية المشاركة في المشاركين في هذه الفرجة الكل، سواء في العروسة ولا في الفرجة هذه. أنا بالجسم الحاج علي فنان مسرحي، بالإضافة إلى شغلي في الثقافة كمسؤول في محافظة في سيدي بوزيد اللي هي مفجرة الثورة التونسية، منها محمد عزيزي. اختصاصي هو علم المكتبات والتوثيق، أنا حافظ رئيس في المكتبات. وظفت قدراتي وإمكانياتي في المسرح للترغيب في المطالعة، التحفيز في المطالعة، وبالأساس للأطفال الصغار. كيف؟ أنا نأخذ قصة من المكتبة، نرويها باللهجة المحلية التونسية، وأدعو الأطفال فيما بعد نقول لهم راي الحكاية اللي حكيتها لكم راي موجودة في كتب، والكتاب هذا موجود في المكتبة، يلا نبحث عليه. ينطلق الأطفال في البحث على القصة، وبكل مرة نعطيهم أنديس، راه الكاتب بتاعها فلان، راهي عنوانها كذا، إلى أن يجدوا، هل يجدوا يأخذ جائزة. ومثال من الحكايات هذه باش نحكي لكم حكاية. الحكاية بدلت، هي الكتاب اسمه أمنية وأمنية للأطفال في سلسلة مسرحيات عربية، بدلتها أنا ملكة الأماني. يا سادة يا كرام، احنا وانتم نصلوا على سيد الأنام، سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. نحكي لكم اليوم على الزوزي تامة، وليد وبنية. بوهم ميت، يعاونوا في أمهم على الرزق، يخدموا في الأرض في العطل باش يجنوا الغلة، باش يعملوا شوية سفنارية، شوية لفت، شوية كرم، يهزوا بيعوا في السوق ويعاونوا بهم أمهم على المعيشة. نهار من النهارات سامح وسميحة يحفروا في الحديقة متاعهم، سامح هو ضرب في الأرض وهاك الفاس متاعهم يضرب في حاجة رزينة، هاو اللي حز ما نجمش. يا سميحة إيجا عاوني، إيجا إيجا، أشنو ثم؟ يا بعيد عليه شوية، جاو بداو يعالجوا في هاك الفاس باش يخرجوه، حفروا يلقاو جرة خشينة كبيرة 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 برشا. آه يا سامح خويا، ترى قلت مالك تكسرها، راه من النار يظهر لي، احفر منها، هز التراب منها، هز منها. شوية شوية قلعوا هاك الجرة ونحاولوا نحوا لها الغطاء نتاعها، هما نحاو الغطاء ويخرج منها دخان كثيف. هما هربوا خافوا يجروا، يا أخي يسمعوا في صوت رقيق يعيط لهم، يا سامح يا سميحة ايشو يا وليداتي، انا راني ملكة الاماني، راني نحبكم برشا، انتم راكم انقذتوني، كنت مسجونة منذ مئات السنين وانتم انقذتوني، انتم عملتوا علي مزية كبيرة، ايشو باش نجازيكم. رجعوا الوليدات استانسوا بالصوت بتاعها ورجعوا لها، قالوا لها، قالت لهم انا باش نجازيكم كل واحد منكم يطلب امنية، اما راهي امنية واحدة مش زوز واحدة فقط، خيروا واختاروا وفكروا وين تستقر الأمنية بتاعكم، قول يا ربي إن شاء الله كل حاجة تتحقق اللي باش تمناها أنت، راهي في المكان تتحقق. وذابت هاك الملكة سامح وسميح، زعمة بالحق أنا حبيت ولي عندي كهرباء سيارة، قالت له لا سيارة شنو هذا، صاروخ لا 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 ولا لا لا ولا قال حب قصر، لا انتيش تعرف دي قصر، فلوس
بفلوس تعمل بيت تحب. تعرف بيت فلوس شنية الأمنية اللي بشت منها ليلة عليهم الليل جد جدتهم تناديلهم يا سامح يا سميح يا روح واي هاي أمكم قلت لكم روح تي بري أنا مازلنا شوي أنا مازلنا شوي سامح يا جلال تي هاي يا ولدي تو 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 فدديته سامح صح يا ربي ان شاء الله جدتي تتبخر من السماء ما عاد تشوف وتحقق مطلوب جدتي وش هاك الوليدات بداو يبكي واحد وجدتي جدتي مش نعملوا نمشوا نعملنا كيفاش امنا تعمل لنا حالات وتضربنا تعمل لنا حالات لكن في الاخر قرروا انهم ضروري يتعاونهم امهم ويعلموها بالحقيقه باش هي اللي تلقى لهم الحل. وروحوا لامهم دقوا الباب الام تستنى في الجده ما رجعت واللي الليل دخل الوليد والبنيه دقوا على الباب خرجت امهم تلقاهم يتعب ما نجمتش تسكتهم بشوية حضنتهم بدات بشوية تربت عليهم بشوية 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 لين راضوا اش فيكم يا وليدي تحكي له وينها جدتكم وينها جدتكم بداوا يحكي له بشوي 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 يحكوا لها الحكاية من الأول للآخر هاك الأم قلت له يا ولا ورطة يا ولا ورطة يا ولا حكاية يا ولا حكاية كيفاش نعمل كيفاش نعمل كيفاش باش نعمل؟ ومن بعد قلت لها سميحة بنتي مش مازالت عندك الأمنية بتاعك أنت؟ يعني ليش ما تتمناش الجد بتاعك ترجع لنا؟ وهكا سميحة سلت الزهقة بالبكاء يا سامح خويا ضاعت الأمنية الأولى باش تزيد الثانية ما صح شيء لا سيارة لا صاروخ لا حد شيء لا فلوس لا خسر لا شيء بداوا يبكوا مع بعضهم من جديد بدات الام تهدي من جديد هدتهم وبدا الصراع بين الخير والشر زعما اما خير وشر الجده هذه ولا الفلوس والتصر الكراهب والصواريخ والاورديناترات وهذا الحوايج بتاع الدنيا الفانيه وصلوا اقنعوا البنيه صحت يا ربي ان شاء الله جدتي ترجع لنا يا ربي هما هكاكا ودق الباب ودخلت الجده وفرحوا وعملوا عرس كبير عرس عرس كبير 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 ما ينجم يعمل هنا كان روجيه من اليابان باش يعاوننا في الرقصه نتاعو لانه استاذ بتاع رقص